محمد صلاح الفترة الأخيرة ارتبط اسمه بالدوري السعودي، شايف إمتى محمد صلاح يقرر إن هو ممكن بالفعل يكون موجود في الدوري السعودي زي رونالدو أو ماني أو الأساطير اللي بيلعبوا في الدوري السعودي حالياً يعني؟ أعتقد السؤال زي ده أحسن حد فعلاً أو أكتر حد ممكن يجاوب عليه هو محمد صلاح نفسه، لأن هو عاوز يكمل في تحطيم الأرقام والتاريخ الكبير جداً اللي بيعمله لنفسه وبيعمله لمصر في الفترة الأخيرة، عاوز يكمله لحد النهاية بالشكل ده، وبعد كده مثلا في سن 34-35 سنة يبدأ يفكر في الخطوات دي زي الدوري السعودي أو الدورات المختلفة اللي هي بتحط استثمارات كبيرة في الكورة في الفترة الأخيرة، أو هو لأ أنا عاوز أكمل الكارير بتاعي لحد النهاية وأفضل في التوب فورم طول عمري وأنهي كده. ده هو ده السؤال ده اللي جاوب عليه محمد صلاح نفسه.